احلى عصير ممكن تشربيه. عملنا عصير راني بالخوخ، طعمه تحفة يا بنات، وسائع ومتلج ويرطب على قلبك في الحر ده. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة وكله قطع خوخ. تعالى اقولك بقى احنا عملنا العصير الجميل اللي شكلك ده ازاي. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش اختك في اللايك والشير والمتابعة على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلى على النبي حبايب الحلوين. النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم عصير الراني اللي هو بيبقى في الكنز الغالي جدا، بقت يعني الكنزايه غاليه جدا. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهبصي هتشربي احلى عصير راني من ايديك الحلو كده. نسمي بسم الله. معانا ده يعتبر كيلو وربع خوخ مستوي، لازم أن يكون خوخ مستوي كده بقى، وتغسليه كويس جدا 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 عشان الميه بتاعت السليق بتاعته هي اللي هنعمل منها العصير كده بقى. ايه معايا حله سخنه على النار، يلا نسمي بسم الله ونبدا. وهنا بقى ننزل بالخوخ بالميه السخنه، دول كانوا جامدين، حطيتهم يعني يتسلقوا قبل المستوي ده كده. نسمي بسم الله وننزل بالخوخ بتاعنا. هنا 3 4 دقايق وهتلاقي الخوخ على طول القشره بتاعته اتشالت وكده بقى يا بنات الخوخ اتسلق كده. ناخد نطلع من الميه السخنه على ميه بارده عشان القشره بتاعتنا تتشال على طول كده. نسمي بسم الله. وهنا يا بنات بقى انا خلصت الخوخ وطلعته من الميه السخنه، حطيته في الميه البارده كده. هنقشر، بص القشره تطلع معاكي بكل سهوله ازاي كده. نقشر كل الكميه بنفسي كده، بصي حاجه سهله وبسيطه وطعمه يا بنات روعه كده. ونطلع منه البذره، نفصصه كده ونطلع منه البذره كده يا بنات. انا هناخد منه معلقتين بس، اركنهم على جنب كده. هقول لك بقى احنا هنعمل بوم ايه كده بقى. ننزل في الخلاط، نسمي بسم الله. ننزل عليه بالميه بتاعته. بنات الميه حمرا ازاي، الميه ريحتها تحفه حمرا. وبصي كل زي ما بيقولوا بهريس الخوخ كلها نازله في الميه كده. نسمي بسم الله. نحط بقى سكر حسب التحليه، نحط سكر حسب التحليه اللي احنا عايزينها كده بقى يا بنات. نضربه في الخلاط، نسمي بسم الله. بصي يا بنات انا ضربت العصير ده كويس جدا جدا ونعمته كده بقى. انا هننزل بالشويه اللي انا اخدتهم، بصي انا هضربه ضربتين بس. بصي ليه بتعملي كده؟ انا عايزه بقى قطع الخوخ تبان في العصير عشان هو ده بقى عصير الرنج كده بقى. ننزل بالعصير بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، قطع في قطع خوخ، الله على الجمال والحلاوه. نجيب الكوبايات بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم، ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ حاجه جميله جدا 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 وساقعه وترطب على قلبك، وعملناه من ولا حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش اختك في اللايك والشير والمتابعه، وتفضلوا عصير معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.